اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. الاهلي ليله وحلقه خاصه جدا، حلقه مميزه جدا، معانا فيها كواليس واخبار كتير وضيوف محترمين هنتكلم معاكم فيها بتفاصيل كتيره جدا. لكن مبروك النهارده الاهلي بيلعب مباراه وديه امام المصريه للاتصالات، دي مباراه استعدادا لمباراه وفاق الصيف اللي هتكون يوم 23 ان شاء الله. باتريس كارترون كان عايز يعني يطمن على لعيبه النادي الاهلي، يشوف وليد سليمان، يشوف احمد فتحي، يشوف رامي ربيعه اللي بدا في الشوط الثاني، يشوف حسام عاشور، يشوف عمرو السوليه، كل اللعيبه جاهزه وقدم بشكل كويس جدا. الشوط الاول انتهى بثلاث اهداف والشوط الثاني بدا بثلاث انتهى برده بثلاث اهداف، ست اهداف في المباراه على مدار الشوطين. حافظ كارترون على تشكيلته اللي بدا فيها في الشوط الاول، في الشوط الثاني نزل بعد 17 دقيقه بفريق ثاني خالص، اطمن فيه على المصابين. صلاح محسن ادى بشكل كويس، يعني في امور كويسه الحمد لله، الفريق بيعود، الانسجام يكون موجود الفتره الجايه، عشان كده برضه هناخد تفاصيل كتير ونتكلم قبل ما نشوف عندنا ايه النهارده. لكن خلونا نرحب بزميلنا محمد سعيد. مساء الفل يا محمد. مساء الخير زميلي العزيز ايهاب الخطيب، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالطبع النهارده كانت مباراه وديه لكن هامه جدا، جايه في توقيت طبعا مهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي اللي بيستعد لمباراه صعبه وحاسمه امام فريق الوفاق في اسطيف باذن الله يوم 23 اكتوبر الجاري، او تحديدا المباراه باذن الله هتكون يوم الثلاثاء القادم زي النهارده بالظبط، وبعد اسبوع مباراه مهمه جدا. وايضا النهارده الجهاز الفني بالتاكيد اطمأن على العديد من اللاعبين، دفع باللاعبين الذين كانوا بالتاكيد بعيدين عن التشكيله الاساسيه نتيجه الاصابه. اطمأننا ايضا على حاله رامي ربيع بعد ما دخل في المباراه الوديه بعد غياب لاكثر من حوالي 300 يوم، فترة طويلة جدا كان بيغيب، لكن النهارده اطمئنين على حالته ودخل في التشكيلة الأساسية لخارطة المباراة الودية أمام مصرية للاتصالات، مباراة فيها مكاسب كثيرة، لكن المهم إن شاء الله المرحلة القادمة يكون الأهلي كامل العدد، كامل الصفوف قبل مباراة الصيف الهامة جدا في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. أكيد محمد، لكن خلينا بقى أستعرض معاك تشكيلة الأهلي اللي بدأ بيها عشان برضو الناس تعرف قد إيه عدد اللعيبة والأمور اللي في الفريق. بدات المباراه بتشكيل مكون من علي لطفي واحمد فتحي وسعد سمير ومحمد عبد المنعم وصبر رحيل وحسام عاشور وعمرو السوليه ووليد سليمان واسلام محارب واحمد حمودي وصلاح محسن، يعني القوه الضاربه واللعيبه اللي كنا محتاجين نشوفها محمد. وفي الشوط الثاني مستر كارترون نزل يعني بعدد من اللاعبين وابتدى يشارك زي ما قلنا رامي ربيعه اللي ظهر بشكل مميز جدا، واعتقد ان البروفه دي جيده ودي اللي كان النادي الاهلي بيعمله الفترات اللي فاتت، بس ضغط المباريات يا محمد خلى الامور يعني تبقى صعب جدا تشوف لعيبتك في ماتشات وديه زي المباراه بتاعت النهارده. ضغط المباريات بيبقى صعب على الجهاز الفني حتى مش في تجهيز المصابين، لكن كمان انك لو عايز تشوف عناصر من فريق الشباب والعناصر الصاعده ممكن تجربهم مع الفريق الاول في المباريات الوديه. كان ده بيحصل في فترات سابقه لما كان الدوري فيه عدد مباريات اقل، لما كان البطولات مدتها اقل، لما كانت الاجنده الدوليه بمساحات زمنيه كويسه بتساعد الانديه المصريه، والاهلي كان بيستفيد من عنصر الوقت بشكل مميز جدا في الاستفاده بالمباريات الوديه، وكان ملعب التتش دائم يعني استضافه العديد من المباريات الوديه لفريق النادي الاهلي. لكن مباراه المصريه للاتصالات واختيار التوقيت النهارده يوم الثلاث وقبل السفر خلال الفتره القادمه زميلي ايهاب، بيعتبر ده شيء جيد بالنسبه للجهاز الفني. اطمأن على حاله سعد سمير، دفع باحمد فتحي، بدا بصلاح محسن، ايضا كمال عناصر اللي ممكن الفتره القادمه الاهلي قد يستعين بيها سواء احمد الشيخ او حتى رامي ربيعه، لا في استفادات كثيره جدا بغض النظر عن المستوى الفني للمباراه الوديه. بالتاكيد زميلي ايهاب وانت بالتاكيد عارف المساله ديت، مش لازم تلعب مباراه وديه مع فريق قوي، بالعكس انت ممكن تلعب مباراه وديه حسب المتوسط المستوى او الاقل عشان تطبق فكر معين، عشان تستعيد فورمه عدد من اللعيبه وانت داخل على مباراه حاسمه. مباراه الوفاق انا بعتبرها من اهم المباريات في تاريخ النادي الاهلي هذا العام او هذا الموسم في البطوله الافريقيه. هي مباراه حاسمه طبعا ونهائي مبكر، وزي ما احنا قلنا الاهلي بدا بتشكيل قوي، بعدها شارك رامي ربيعه في اول ظهور واحمد الشيخ وهشام محمد وطبعا مؤمن زكريا وعمار حسن ومحمد شريف ومصطفى شوبير وكريم يحيى وميدو جابر. رائع محمد، احنا بنتكلم تقريبا في فرقتين لعبوا النهارده وانت قوامك الرئيسي جزء مع موجود برضو مع المنتخب الاول وجزء تاني موجود مع المنتخب الاولمبي.
في وفره في قائمه فريق النادي الاهلي، وكمان الاستعانه بعمار حمدي وعدد من اللاعبين الصاعدين، كريم يحيى في خط الدفاع، الدفع بميدو جابر وهو عائد من الاصابه لفتره طويله، هي فرصه طيبه للجهاز الفني، دفع بعدد من اللعيبه، استعان بعدد كبير ايضا من قطاع الناشئين، حارس المرمى في الشوط الثاني، مستقبل حراسه المرمى في النادي الاهلي مصطفى شوبير، عندنا بالتاكيد كمان مصطفى شوبير حارس مميز جدا بيأدي مع المنتخب ومع النادي الاهلي، وداخل بقى على الصراع الكبير فريق قوي ربنا يكرمه ويأدي، هو حارس من مستقبل حراس المرمى في مصر وفي النادي الاهلي. بالفعل بالفعل في وفره كبيره جدا، وقطاع الناشئين عندنا لاعبين مميزين في هذا القطاع بالإضافة للفريق الأول، مع الوضع في الاعتبار بالطبع عدد الغيابات، عدم وجود اللاعبين الدوليين، عدم وجود وليد أزارو مع المنتخب المغربي، سليف كوليبالي مع المنتخب المالي، إصابة علي معلول، لكن أيمن أشرف في التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني، لا في وفرة وفي لاعبين جيدين خلال المرحلة القادمة. لكن عايزين نطمن يا محمد معلش الناس عشان تذكرت كوليبالي تحديدا، الناس قلقانة كانت من المباراة اللي فاتت وأنه مصاب، يمكن مستر كارترونو وكابتن محمد يوسف كلموه امبارح واطمنوا عليه واكد لهم تماما ان هو سليم وزي الفل، وان شاء الله دايما يكون سليم واقف عليه.